Na und? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل متابعينا وكل الناس الجميلة اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب، تحياتي لكل متابعينا في كل مكان في العالم. النهاردة عايزين نتكلم عن حلقة مهمة جدا، الحلقة دي تخص ناس كتير معانا على اليوتيوب. طبعا في حد سألنا وقال يا كابتن أبو نور، الكلب يتدرب من عمر كام؟ في بقى ناس بتقول الكلب بيتبول يتدرب من عمر كام، الكلب الشيرمان يتدرب من عمر كام، الكلب الهاسكي يتدرب من عمر كام. بصوا يا جماعة، فكرة الأعمار للأنواع لا دي ملهاش دخل خالص، يعني أنواع الكلاب تتدرب من عمر كام؟ لا احنا هنقول الكلاب تتدرب من عمر كام، مش الكلب كذا يتدرب من عمر كام، لأن الكلاب كلها واحد، عقليتها الأغلبية واحد، كل كلب وليه تعامل خاص، بس العمر ما يشترطش في وقت التدريب. يعني إيه؟ يعني تعالى نفهمك واحدة واحدة كده. في حاجة اسمها تأهيل، في حاجة اسمها تدريب. التأهيل ده بيبدأ من عمر 45 يوم معاك لحد 5 شهور و6 شهور. تأهيل الكلب، تأهيله على ايه؟ تأهيله على الحاجات البسيطة، زي اكنك كده عندك طفل مودي حضانة. بس يا سيدي اكنك عندك طفل مودي حضانة، تمام؟ مودي طفل الحضانة فبيبدأ ان هو يتعلم ألف ب رسومات، الرسمة دي ايه، الشكل ده ايه، الحاجات دي ايه بالظبط كده. التأهيل بيبدأ الكلب يتعلم الحاجات البسيطة دي، اللي هي اقعد، سلم، هند، مش عارف ايه ده، داون، الحاجات اللي هي البسيطة دي، تمام؟ وبيبدأ بنعوده كمان، بنأهله كمان للربطة، ان هو يتعود يبقى مربوط، ان هو يهوى على اي حد غريب، ان هو الحاجات حتى في الشراسة، في التأهيل الشراسة بتكون برضو بنسبة 50%، يعني يكون الكلب بنعلمه ان محدش يحط ايده على وشه، بنعلمه ان هو يشد في الحاجه يتعلق فيها، بنعلمه حاجات بسيطه. ده التأهيل. بالنسبه بقى للتدريب، التدريب اللي هو يعني السن القياسي للتدريب عمر ما بعد السبع شهور، يعني من بعد 7 شهور تبدا ان انت عايز تدرب كلبك، تمام؟ سواء بقى بيتبول، للاخ اللي كان سائلنا وقال كلب بيتبول تدربه عمره قد ايه، تمام؟ سواء بيتبول، سواء روتويلر، سواء جيرمان، سواء مالينو، بعد 7 شهور تبدا بقى تجهز نفسك ان انت تدرب كلبك، يعني على 7 7 ونص 8 9 10 سنه، تمام؟ تدرب كلبك عادي. التدريب هو بيكون بناء عن اختيار المدرب لصفات الكلب، اللي هي ايه؟ يعني في كلب مثلا بيشتغل عن طريق الكوره، في كلب بيشتغل عن طريق الاكل، في كلب بيشتغل عن طريق حته قماشه، في كلب بيشتغل عن طريق ازازه بلاستيك، في كلب بيشتغل، كل كلب بيحب حاجه متعود عليها من صغره بيلعب بيها، تمام؟ بيبدا المدرب ينتهز فرصه الحاجه دي ان الكلب يبدا يشتغل بيها معاك. دي لعبتك او دي اكلتك او دي كورتك او دي كذا او دي كذا، هي دي اللي انا هنخش لك بالمبدا بتاعها ونشتغل معاك بيها، ونطلب منك الاوردرات انت تبدا تنفذها، تمام؟ بيبدا يوصل لدماغ الكلب، فدي بتكون شطاره مدرب، ان المدرب بيعرف دماغ الكلب ايه الاول في الاختبار اللي بيعمله له، وبعد كده بناء عن دماغ الكلب بيبدا المدرب يشتغل. يعني مش المدرب اللي بيقيم الكلب يشتغل ايه، ده هو الكلب وطريقته وتفصيل دماغه والحاجات دي كلها هي اللي بتخلي المدرب يبدا يشتغل على بند ايه. يعني الكلب اللي بيوصل المدرب يشتغل معاه ازاي، مش المدرب اللي بيوصل الكلب يشتغل معاه ازاي، عشان نكونوا فاهمين الحته دي. فلازم عشان تيجي تشتغل مع كلب تدريب لازم توصل لدماغه الاول، توصل هو بيحب ايه، هو بيكره ايه، هو بيخاف من ايه، هو بيعمل ايه، الحاجات دي كلها، وبناء عن كده بتبدا ان انت تشتغل معاه بالاوردرات اللي هو بيحبها او بالحاجه اللي هي بتناسبه، تمام؟ من بعد 7 شهور بتبدا تشتغل. بالنسبه بقى للشراسه من بعد 7 شهور، يعني احنا اتكلمنا على الاوردرات والحاجات دي، يعني معناها الطاعه، تمام؟ بالنسبه بقى للشراسه الاوردرات، معلش يمكن انا غيرت في عن السابق، الاوامر بالفلاحي كده، الاوامر بتاعه الكلب اللي هي اقعد سلم، زي سيزر على فكره كان جاي بخاف جدا، الكلب ده كان جاي بخاف، الكلب ده كان محتاج صحوبيه، محتاج ان حد يصاحبه، محتاج ان حد يطمنه في المكان. طبعا ابتديت ان انا اتعامل معاه سيزر، ابتديت ان انا اتعامل معاه وما في صحوبيه ما بيني وما بينه، تمام؟ بناء عن كده بيبدا يديني الاوردرات. كلب بيحب الاكل يبقى نبدا نشتغل معاه بالاكل. سيزر داون هوب سبيك سبيك جود بوي
بنبدا نشتغل معاه بالاوردرات بالطريقه دي كده. تمام، انا بنفضل في شغلي ان نشتغل مع الكلب في البدايه وهو مربوط، دي البدايه. زمان كنت لما بنشتغل كنت بنشتغل مثلا في الاول خالص امر انتباه، امر انتباه بنشتغله مع الكلب كان بيتعبني فيه جدا، واغلب الكلاب اللي بتجيلنا مهيبره بطريقه رهيبه جدا. تمام، نيجي نشتغل انتباه مع الكلب، نبص نلاقيه بيروح شمال وبيروح يمين ولسه ما خدش اقعد ولا سلم ولا الحاجات دي. فانا بندي له الاوردرات البسيطه دي وهو مربوط الاول، وبندي له خلفيه عنها زي اقعد سلم مش قادر الحاجات دي كلها. نيجي في الاخر بنخلي في امرين في الاخر بنركز عليهم بقى، اللي هو الانتباه وبعد كده الثبات. تمام، يعني وانا رابط الكلب كده، ده لما يكون عندك كلب مهايبر، ودي على فكره انت كصاحب الكلب متاح ان انت تدربه بالطريقه دي. لما يكون عندك كلب مهايبر وبيتنطط كتير، تمام، زي بوتشه كده، اقعدي شاطره سلمي شاطره انزلي تحت برافو، لا تحت شاطره تحت تاني برافو، لا تحت شاطره. طبعا زي بوتشه كده بتبدا ان انت كلب مهايبر، بتبدا ان انت تديله الاوردرات ديت ان هو ينفذها يعرفها وهو مربوط. نبدا بقى نيجي نمشي بيها بالليش. اول حاجه بتمشي بالليش، انت مش هتمشي كلب مش سايب وهو مهايبر، يعني ما خدش على الموضوع ده. تمام، نمشي بقى بالليش، بنعلم، بنبدا ان وانا ماشي بيها كده واحده واحده ان انا نديها الاوردرات دي، اقعدي سلمي، اللي هي كانت واخداها من قيمه فتره بسيطه. تمام، يعني حافظه القديم خلاص. ونبدا ندخل عليها امر اللي هو الانتباه اللي تمشي معايا. في البدايه بيكون امر الانتباه صعب شويه لان انت بتمشي بالكلب الليش. تمام، بعد كده بتبدا ان انت تنبهه للحاجات دي، ومع اقعد وسلم وانزل تحت بتلزق في الثبات ان الكلب يكون ثابت. تمام، بالطريقه دي طبعا ومكافاه الكلب اللي بياخدها منك وهو مبسوط بالطريقه دي بيبدا هو بيديني زبيب. بصوا عشان ننتبه له، عشان انا نبص له ايه عايز ايه ده. يديني زبيك عشان نبص له. طبعا بالطريقه دي انت بتوصل لدماغ الكلب، بتوصل بطريقه كويسه مع الكلب، فما تستغربش ان تيجي حد يشتغل قدامك بكلب ويكون مربوط بالشكل ده في الاول. تمام، ودي هتريحك من فكره الهايبر. الناس اللي بتتصل كتير وتتابعنا على اليوتيوب وكتير يشتكي لنا ويقول كابتن ابو نور كلبي مهايبر وبيتنطط شمال ويمين، ما هو لازم يكون مهايبر لان هو مش متعود على كده. تمام، فانت عشان تتعامل مع كلب مهايبر سلسله كويسه، اربط الكلب في الحيطه في وقت هادي ما يكونش في حد معاك، وابدا شوف كلبك بيحب ايه وابدا اطلب منه الاوردرات. وما تديش حاجه، ما تخشش على اوردر تاني الا لما تكون خلصت الاوردر الاولاني. يعني ممكن الاوردر ياخد معاك 3 ايام 4 ايام مفيش مشكله، كل ما تغيب مع كلبك كل ما هيكون افضل. تمام، يعني كل ما الكلب يركز في الاوردر كويس كل ما هيكون افضل. بوتشه اقعدي اقعدي شاطره سلمي شاطره انزلي تحت تحت شاطره. طبعا يا ريت نكون وصلت لكم المعلومه بطريقه مفيده وبطريقه سهله، ويا رب تكونوا استفدتوا. والحلقات اللي جايه في شرح تاني كتير وفي حاجات كتير، وهنعلمك ازاي تتعامل مع الكلب المهايبر وازاي ان انت توصل بالكلب لمرحله كويسه، وبالطريقه دي هتعمل شغل كويس مع الكلب بتاعك وهيفهم منك كل حاجه. وشكرا كمان للناس اللي دايما بتشجعنا وبتكتب لنا في الكومنتات، احنا خلينا كلابنا بسم الله ما شاء الله بسببك او بتعليمك او باللي احنا بنقدمه على اليوتيوب. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.